إلقاء الضوء على أهمية هذا المشروع الوطني الإنساني. ينضم إلينا عبر الهاتف المحلل العسكري العميد حسن الشهري. بداية عميد حسن، كيف ترى أهمية إطلاق هذه المبادرة الإنسانية المتمثلة في المشروع الوطني مسام لتطهير الأراضي اليمنية من الألغام ومخلفات الحروب؟ بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لك وللمشاهدين الكرام. بداية أخي الكريم، استولت الميليشيات الانقلابية مع الأسف في الأعوام الماضية على ملايين الألغام من الجيش صالح السابق، دعمت أيضا من العصابة الحاكمة في إيران منذ بداية التسعينات إلى الآن، مرورا بالحروب الستة بمئات ألاف الألغام الأخرى، وهي ما مضادة للأفراد وهي محرمة دوليا أو للعربات المدرعات أو ألغام بحرية أيضا بمئات الألاف. المهم أن هذه العصابة تمارس أعمال إرهابية دون وازع من دين أو غيره، ليس لديهم أخلاق ولا يوجد خرائط لحقول الألغام، تزرع مبعثرة في كل مكان، وهذه تشكل عبء على المجتمع اليمني. الكثير منهم مع الأسف لقي حتفاء أو فقد أحد أطرافه، وتؤثر أيضا على سير العمليات العسكرية لمحاربة الحوثيين في اليمن. في هذا اليوم تضيف المملكة العربية السعودية وهي تقود التحالف العظيم إعادة الشرعية في اليمن هذا المشروع الإنساني الذي سيكلفها 150 مليون ريال لتطهير الأراضي اليمنية من أدوات الموت والتي بثتها الميليشيات الإرهابية الإيرانية الحوثية الفارسية مع الأسف في اليمن. مركز الملك سلمان الذي يتجاوز في أعماله الإنسانية في بعدها الإنساني الأعمال العسكرية حاليا في اليمن بدعم السخي في كل المجالات للشعب اليمن. الميليشيات وأعداء اليمن مع الأسف يراهنون ويستثمرون في ذلك. السعودية بهذا المشروع النبيل تغلق هذا الملف، وليس كذلك أيضا أخي الكريم، تكسر أحد أهم الرهانات التي يراهن عليها أعداء اليمن وهو الجانب الإنساني. الحصيلة السعودية تزرع الحياة وإيران تزرع الموت. نعم، طيب عميد حسن، يعني على المستوى النفسي، على المستوى الصحي، على المستوى التنموي، ماذا يمكن أن نتوقع من هذا المشروع الإنساني الكبير على حياة الشعب اليمني، خاصة أن من زرعوا هذه الألغام على وشك بدأوا في الانهيار في الحديدة، ومع قرب يعني تحرير الحديدة وباقي الأراضي اليمنية، انعكاسات هذا المشروع الإيجابية على الشعب اليمني كيف يمكن أن نلخصها؟ أولا، استخدام الألغام هو سلاح المهزوم، والحوثيين في آخر مراحلهم الحالية هم ينكسرون في جميع الجبهات، هناك انقسامات في داخلهم، هناك لفظ اجتماعي لهم ورفض في الداخل. نشاهد يوم أمس أن الأهالي طردوهم من بعض أحياء الحديدة، وبالتالي أنا أعتقد أنه مع بداية هذا المشروع الإنساني النبيل لتطهير اليمن من الألغام بجهود شخصية بشرية سعودية وبدعم تقني عالمي سيساهم في إعادة الأمن. الأمن هو الركن الأساس للحياة في أي مجتمع، ونحن نساهم في ذلك. المملكة العربية السعودية تعمل على أكثر من صعيد، في المجال السياسي، في المجال العسكري، في المجال الإنساني، في مجال إعادة الإعمار، وأنا أعتقد أنه أيضا سيساهم ويعطي الأمان للشركات القادمة في إعادة إعمار اليمن، ونحن بدأنا برنامج إعادة الإعمار الذي يقوده سعادة السفير في اليمن في أكثر من منطقة، وبالتالي يجعل من المهندسين وفرق العمل يتحركون بأمان في كل المناطق التي تم تحريرها، والبدء في إعادة إعمار عصرية لليمن، سينعم اليمن بحياة كريمة إن شاء الله قريبا بإذن الله. المحلل العسكري العميد حسن الشهري، شكرا جزيلا لك.